نجدد لكم التحية مشاهدينا، ووصلنا إلى الفقرة الثابتة على خشبة المسرح. على خشبة المسرح تتوزع وتتنوع الأدوار وتأخذ شكل الحياة بكل تفاصيلها. تأخذ الحزن تارة، الفرح في تارة أخرى، ولكن هناك جمهور وممثلين وأداء وأدوار تتوزع. تعالوا نقف عند هذه الأفكار التي نحاول أن نوصلها من خلال المسرح. تعالوا نقف عند شخصية المخرج الذي يقوم بتحويل النص المكتوب إلى نبض بالحياة على هذه الخشبة. تعالوا نقف عند المتلقي وعند الطريقة التي يعبر من خلالها عن رضا عن هذا العرض المسرحي. على خشبة المسرح اليوم نستضيف من خلالها الأستاذ هاني محمد المخرج المسرحي، وهو رئيس جمعية مسرح الطفل في اللاذقية. أستاذ هاني، يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم ويسعد صباح أمي سوريا. يسعد صباحك، نورتنا أستاذ هاني. بالبداية بدنا نحكي عن، يعني جميل أن نبدأ بحبك وشغفك لمسرح الطفل. شو بتحكي لنا عن بدايتك؟ هلأ بدك ترجعني هيك وتكشف عمري، يعني هلأ بدي أرجع لصف الثالث، صف الرابع. على ما أذكر كان في درس القراءة بمدرسة عمر بن عزيز نص عن جميلة بحريد، فالأستاذ يومتا قال مين بيمثل هذا الدور، فأنا يومتا طلعت ومثلت هذا الدور، ومن يومتا يعني حبيت المسرح وحبيت تابع فيه، وتعبت على حالي شوي من خلال طلائع البعث، من خلال الشبيبة اتدرجت شوي شوي، لا رحت على المسرح العسكري وبعدين على وزارة الثقافة، وحاليا بمدير مسرح طفل بمديرية الثقافة. المسرح العسكري بالذات كان تجربة أكيد فريدة، لأنه المسرح العسكري من خلال التنقل بأكثر من موقع ومن خلال الوجود بين ناس عم يتلقوا بشكل مباشر وشغوفين جدا بالعروض المقدمة، هنهم بشكل أو بآخر محرومين منها يعني، فبتحس أنه في شغف، في اهتمام، في متابعة، في تلقي بصدق كبير جدا جدا جدا، لأنه يمكن هذا كان واحد من أهم النشاطات الترفيهية آنذاك. نعم. حكي لنا عن خصوصية هاي التجربة بشكل عام، شو قدمت لك بتجربتك؟ لكن المسرح العسكري له الفضل الأول والأخير علي، وعظماء المسرح الممثلين في سوريا كانوا خريجين المسرح العسكري. تربيت منه كل شيء، تربيت منه أخلاق المسرح، تربيت منه الالتزام، تربيت منه حب هاي العربة الجوال يلي عمرني ما فيني انسيها، كانت بيتي الثاني وقت كنا نطلع على القطعة العسكرية. يعني مين بدي أذكر لك، الله يرحمه محمود جبر، أديب شحادة، طرابيشي، عملنا عمل مع سميرة توفيق وضيع الصافي عرس التحدي، عملنا أعمال كتيرة كتيرة. فيني أقول لك عيني رح تدمع من هذيك الايام يلي عشناها ما تركنا محل في سوريا. حلو. كنا نقدم لهم فقرات ترفيهيه عسكريه إلى علاقه بـ 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 باسرار العسكري، يعني فقرات. كان معنا حاتم علي الله يذكره بالخير وسلم عليه من خلال الشاشه، نضال حلوم، كان معنا كثير ناس مبدعين. حلو. كنا نحب بعض. ما يعني هلا شوي ماني محضر حالي على الاجابه على المسرح العسكري تحديدا، لكن حياتي كانت فيه، عمري كانت فيه. قديش كانت هالمرحله العمريه؟ من 76 ل 93. لم ما تركت قطعه عسكريه في سوريا، ما طلعنا عليها عبر هي العربه الحلوه، عربه الجوال اللي فيها الكواليس، فيها كل شيء، فيها الـ 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 المسرح اللي بينفتح دغري، شغله شغله حضاره. يا ريت يا ريت يا ليت الشباب يعود ونرجع على المسرح العسكري ونتابع حياتنا فيه ان شاء الله. هلا ما هي آلية عمل المخرج المسرحي؟ سؤال يتبادر الى الذهن، ما علاقته بالنص المسرحي استاذ هاني؟ هلا المخرج والنص المسرحي هن توأمين، جسدين بجسد واحد. هلا اذا انا كنت كاتب النص شيء، واذا كنت جايب النص من كاتب اخر شيء. انا اذا كنت جايبه من مكتبه ما، النص مو إلي مو تأليفي، بدك تغوص بقى ما بين الأسطر، ما بين الكلمات، بدك تفصفصه، بدك تشوف شو رأيه الكاتب، شو بده من هذا النص. آلية العمل فيه كتير بتكون أصعب من أنك أنت كاتب نص. يعني أنا مثلا كتبت خائن الغابة نفترض، أو جزء تاني من ليلة خطف الدجاجة، يعني هذا له علاقة، أنا بعرف شو كاتب، بعرف شو بدي من هذا النص. أما إذا بدك تاخد نص آخر، هون بقى بدك تلعب على أفكار الكاتب وتحور بقى فيها بما يخدم الوقت يلي نحن فيه. لكن أنا بدي أعقب شوي على المقدمة.
المسرح هو حزن وفرح. مسرح الطفل بالنسبة إلي لا يعرف الحزن أبداً. نحكي عن المسرح بالشكل. بعرف بس أنا كمسرح طفل لا أعرف الحزن أبداً. دائماً أحاول أنا وزملائي مشان ما أكون أناني على نفسي أو أكون ناكراً للجميل، لا في غيري كمان عم يشتغل عم بيقدم فرح الطفل، لا يمكن إنه نقدم له حزن وتحديداً في هالمرحلة اللي عم نعيشها هلا. أستاذ هاني، حياتنا بكل تفاصيلها غنية بكل شيء، فيها الحزن وفيها الفرح، فيها كوميدي وفيها تراجيدي وفيها كل شيء. لما بيكون أمامك نص مسرحي أو أنت كمخرج ومعك كاتب، أكيد في بذهنك أمور معينة من خلال عم بيتم اختيار الممثلين. كيف بتقدر تختار الممثل المناسب بالمكان المناسب للدور المناسب؟ هلأ بدي أبدي من هذا العمل اللي عم بشتغله حاليا واللي راح عيده إن شاء الله بستة وسبعة ثمانية أيار، كاتب أنا وجبة ضحك قبل الامتحان. النص على الدين والغول اللعين، هاي راح أخذه كشخصيات أنا نقيتها. هلأ في شخصية الأميرة رفضت تلعب الدور، ما حبت الدور، أنا حببتها فيه، شفت أنه هي قادرة من جوا تعطي هاي الشخصية، البنت المدللة الغنوجة، اقنعتها بالدور من خلال بعض الإضافات الحوارية كسيناريو، من خلال بعض الحركات الميزانسين. عندك علاء الدين أول مرة بيشتغل هيك دور، كمان شكله الخارجي مع مخارج الحروف تاعيته بيقولك هذا أنا علاء الدين، يعني الدور عم بيقوله تعاخذني لهذه الشخصية. عندك الحرس، الحرس كلياته أنه نعم يلعبوا كوميديا، يعني نوع من الهبلنة إن شوي بيخافوا من اي شغله، بدك تاخذي الفيس تاعهم، الجسد تاعهم، اللياقه تاعيتهم اذا بتخدم فكره العمل ولا لا، لانه حركاتهم كثير منكبره، الطفل ما بيتمنى انه والله حركه هيك عاديه، لا، بده شيء افعال كبيره. فكمان قدرت سيطر عليهم من خلال حركات الميزانسين. عندك الوزير، الوزير هذا الخبيث، دورت كثير، ففي شخصيه اسمه عبد الله عليو، هذا يعني وشه عم بيقول لك انا يا اخي قادر العب هذا الدور، فبدك تلعبي هاي القصه. طيب استاذ هاني، لناتي الى الحركه والايقاع، ما اهميتها بتقييم فنيه بالاخراج المسرح؟ ما هو الحركه والايقاع هو العمل، هو العمل، هو العمل، هو العمل ذاته، يعني الجسد بلا القلب ما بيعيش، المسرح بلا حركه وايقاع سريع بمل الطفل. انا عم بحكي عن مسرح طفل وليس عن مسرح صغير. الطفل مجرد يعني ميزت مسرح طفل الحركه والايقاع بالضبط، مجرد ما الطفل حكيت ثلاث جمل طوال بتلاقي للطفل صار يحرك حاله على المقعد ويطقطق بالمقعد. بدك لا، بدك تعمل له دائما حركات سريعه بهلوانيه، نفترض القاء سريع، القاء كوميدي، يغير صوت الممثل، يعني مو شرط والله انا عم بحكي بصوتي، لا، ممكن يغير صوته مثل ماوكلي، مثل شرشبيل، مثل عرفتكي، بدك تلعب على الصوت وعلى الشكل وعلى الحركة العامة اللي بنسميها البهرجة الكوميدية. أستاذ هاني، شو هي الطريقة اللي من خلالها عم تقدر أنك توصل للطفل؟ طفلنا ذكي، متابع، ما بيعجبه أي شيء، منفتح على العالم من خلال شبكات التواصل ومن خلال شاشات التلفزيون، فإرضائه صفة أصعب من إرضاء الكبار. هون سر المهنة. أيوة. هون سر المهنة. هون بدنا نوقف. شو هي الطريقة اللي من خلالها عم بتحاول قدر الإمكان إنه ترضي هالمتلقي الذكي؟ لكن بقدر، شكرا على هالسؤال، بقدر ما بتكوني أنت صادقة ما تقدميه على خشبة المسرح بقدر ما بتوصل الفكرة. أنا بقول نحن أطفال لسن الستين، فأنا بعتبر حالي طفل وهذا الطفل لساته جواتي. فأنا وقت عم بقدم هالعمل بقدمه بوجهة نظر الطفل الداخلي اللي فيني. وقبل ما أعرض هذا العمل على الطفل بجيب لي 40 طفل 30 طفل بقول لهم تفضلوا لنحضر هذا العرض قبل ما نعرضه، يعني بسواده، تمام؟ فالطفل عم بيشوف شو عم نعمل، أنا عم براقبه لهذا الطفل، ممكن أنا من هذا الطفل أتعلم، يقول لي هاي الحركة يا عمو ما أنا مزبوطة، هاي الجملة يا ريت تغيرها بتضرنا، وخاصة موضوع تفاحة فلة وما فلة حكيتها بزمان كتير هون. انك توصلي للطفل عن هذا الطريق، الملابس بتوصلني عليه، الديكور بيوصلني عليه، الموسيقى التصويرية بتوصلني عليه، وتحديدا بمسرحية البحث عن فلة وبابا نويل ما تصدقي قديش انبسطوا، وعلاء الدين برضو نفس الشيء، الديكور بيوصلني عليه. انا ما بستخدم الإضاءة كتير على خشبة المسرح، بترك له الإضاءة مفلوشة أمامه مشان ما أرعبه،
يعني مسرح الطفل خليني لك بجملة، هو السهل الممتنع. بقدر ما أنت بتكوني صادقة معه وطفلة معه صدقيني بتوصلي بسهولة. طب أستاذ هاني ليش توجهت لمسرح الطفل؟ هذا السر الثاني، قلت لك أنا طفل وأنا قلت قلت لنا للستين. طيب وبعد الستين؟ بعد الستين رح أبقى طفل، بطلع سن المراهقة شوي بعدين. حياتي كلها أنا قلت من فيني قلت لك من الألفين ومن 1998 لن أمضي بقية حياتي إلا لمسرح الطفل. يا ما بيقولوا لي اشتغل مسرحية للكبار، بقول لهم سوري أنا بشتغل ممثل معكم للكبار، بس لأخرج للكبار لا، خلوني طفل صغير أحسن لي. بتلاقى شلون، شو بدك تحكي لنا عن الأداء المسرحي الحالي؟ بتحس إنه المسرح عم بيمر بأزمة، أزمة مخرج، أزمة ممثل، أزمة نص، أزمة مكان نتدرب فيه؟ والله لك ولا في رضا؟ لك حتى أكون صريح معك، أنا ما كتير حابب فوت بهذا العمق، لكن الأزمة هي أزمة الكرسي. يعني وقت يكون أنا مسؤول عن مسرح الطفل وقادر وماني خايف على كرستي، قادر أخذ قرار صح، بأخذ قرار صح. نعم لدينا معوقات كثيرة جدا، لكن فيني أقول لك يعني هلأ أنا بدي أحني رأسي لمدير الثقافة مجد صارم أو للدكتور محمد بصل، عم بيزللوا هالمصاعب هي، لكن ما تزال هناك صعوبات كارثية. خليني أقول لك، ونحن أنتم عندكم هون بالإذاعة معدين كتار، أنا أدعو وأتمنى أن ينفذ هالدعوة هي، أنه يعملوا برنامج عن فساد مسرح الطفل، عن معوقات مسرح الطفل، فيكم تسموها ماهية مسرح الطفل، وندعي عليه كل من يعمل في مسرح الطفل من مسؤولين ومخرجين، ونشوف نحن شو بدنا وهن شو بدهم حتى نزلل هالعقبات اللي عم نواجهها. وإنما مسرح الطفل بعد الأزمة، من الأزمة لهلا أبدع، زملائي كلياتهم أبدعوا بمسرح الطفل، لكن في شوية معوقات. حلو. طيب أستاذ هاني، كيف يستطيع المسرح معالجة قضايا المجتمع، هم المواطن، وخاصة نحن في أزمة تكفيرية ظلامية وشبه على الأغلب إعلامية هي بشكل عام؟ شو دور هون المسرح، سواء مسرح الطفل أو المسرح بشكل عام؟ رح جاوبك من آخر عرض اللي هو علاء الدين والغول اللعين، هيدون الظلامين بدنا نتابعه بستة وسبعة وثمانية إيه الشهر إذا الله رد. رح جاوبك من خلاله، يعني هيدون الظلامين يلي بيعتبروا لي حالهم معارضة، مرة نحكي فيها هيدي لأنه حديث بيطول موضوع قصة معارضة. هيدون الظلامين بدهم يعتموا على شيء اسمه ثقافة عنا. بتاريخ 12 يمكن الشهر كان 12/4، أنا قلت والله ولا انه لاني انا هاني محمد او بشتغل بمسرح الطفل، لو كان دريد لحم باسمه الكبير وعادل امام جايين يعرضوا بهذا الطقس العاصف بهي الامطار الهائله ما بحضر، ما ببعت ابني. خلال نص ساعه يمكن صورت وقريت مشكوره كثير ودائما متابعه هي، خلال نص ساعه ما كان في كرسي في في في, في الصاله. هاد دلاله على انه المسرح عم يلعب دوره، دلاله عنه نحن عم نقدر نخطفه من التلفزيون ومن المحطات الفضائية ونقول له ويجي لحاله يعرف انه في شيء مسرح. نعم المسرح هو مربي خاص، خاصة بالوقت هذا للطفل، وقت انت بتقدم وجبة غنية من الفكر والهدف والكوميديا وشي عم يستفيد منه الطفل، راح تجي الام وتجيب ابنها. هذا مسؤوليتنا الكبيرة، لكن على البقية من هم اصحاب القرار في مسرح الطفل، يا جماعة اتخطوا شوي، والله لا رقابة على الفكر سوى رقابة الضمير يلي قال قائدنا الخالد حافظ الأسد. وبهيك بدنا نختتم يا أستاذ هاني، ومنتمنى فعلا أنه تكون صحيح. تكون رقابة الضمير هي الأهم، ومنتمنى أكيد لك التوفيق بمسرح الطفل، لأنه فعلا أطفالنا بحاجة وهن فعلا أذكياء، ومسرح الطفل كتير مساهم بتقويمهم وبإعطائهم الشيء اللي يمكن ما بيقدروا يحصلوا عليه، إن كان بالأسرة وإن كان بالمدرسة. أهلا وسهلا فيك مرة تانية، سعيدين بوجودك معنا وبإنك مسك ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم. شكرا لكم. أكيد نتشكرك أستاذ هاني محمد لوجودك معنا. شكرا لك.